بكم متابعين فاستفير، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم لقاء مميز ومعنا ضيف مميز. معنا اليوم سي نور الدين أديب، بصفته ممثل وسيناريست ومخرج مسرحي وحتى ممثل مسرحي. فاليوم غيدوي لنا شويه على الوضعيه ديال الفنان، غنناقشوا ايضا مجموعه من الاعمال ديالو وغنناقشوا مواضيع كثيره اللي عندها علاقه بالمجال الفني. اهلا بك سي أديب. شكرا بارك الله فيك. سي أديب، شفناك مجموعه من الاعمال، ولكن في الفترة الأخيرة كان واحد شوية ديال الغياب، ما قليل فين كنشوفو في شي عمل، فشنو السبب ديال هذا الغياب هذا؟ هو أستاذة ما كانش هناك غياب يعني بواحد الشكل كبير، وإنما كاين شوية. وحنا كندويو على الغياب ديالك خصوصا في التلفازة والسينما. في التلفازة مؤخرا يعني السنة اللي فاتت ساحتي فرصة، وكانوا يعني المشاركة ديالي داخل واحد المسلسل وأنا فخور به، ولا الدرب في ام بي سي 5. بصفه عامه بالنسبه للغياب، كان هناك المسرح واللي مثلا شادني على باش نمشي نتصل بالشركات ديال الانتاج. الا كان غياب قدر ربما نحمل مسؤوليه يعني داك شركه الانتاج هي المسؤوله على واش نعيط نور الدين أديب ولا نعيط مثلا فنان اخر. ربما ما كاينش مثلا الشخصيه ديالي داخل بعض السيناريوهات. يعني انت كتقول بان العروض شويه قليله هي السبب ديال اننا ما كنشوفوك في التلفازه او لا في السينما. ربما ومع العلم حنا كنشوفوا مجموعه من الفنانين اللي كنلقاهم بمجموعه من الاعمال، ماشي عمل ولا جوج. فيعني واش هذا الشيء ما كي تقول واحد مثال استاذ، تقول مثال لك كتمك في العرس يعني خدمت مع شي عمرك ما تفاجئ يعني. ربما كاين باك صاحبي داخل بعض الانتاجات، مثلا واحد مخرج معين مولف بعض الوجوه اللي تيقول هو يعني هاد الوجوه كما غادي يلقى معاه مشاكل، هاد الوجوه ولفتها ممكن كتلعب هنا وكتلعب هنا وكتلعب هنا وكتلعب هنا. ومثلا بالنسبه لنور الدين أديب ولا مثل نور الدين أديب تيبقى بعيد. هذا السؤال ربما نطرحه على نفسي، علاش نور الدين أديب غيب من المسلسلات والافلام المغربيه؟ هذا هو السؤال اللي مطروح، علاش؟ ما الله اعلم، انا باقي ما لقيتش الجواب. يعني هذا الشيء كيدخل فيه بان يعني كتاكد فيه الاقاويل ديال الناس الاخرين اللي كيقول لك بان أكيد المجال الفني فيه المحسوبيه. باقى فيه، ما كنوش نكذبوا على بعضياتنا. باقي باك صاحبي وباق يعني الداخل، ما عرفتش كيفاش نقولها لك، وانما كاين انا ماشي خوفا باش ما نقولهاش، وانما كاين باك صاحبي، كاين علاقات ربما علاقات خارج الانتاج، ثم علاقات حميميه ما بين ممثل ومخرج، بين ممثل وشركه انتاج، كاين واحد العلاقات اللي سي أديب كنشوفوا بان مؤخرا وزير الثقافه دار واحد المبادره اللي هي المسرح يتحرك. هذا المسرح يتحرك دارها خصوصا جات من مورا الازمه ديال كورونا. فهذا المسرح هذه يتحرك كان الناس تاملات منها خير، وخاصه الفنانين يعني قالت غادي هذاك الركود ما غيبقاش وغتكون واحد الانتعاشه في المسرح. واش هذه الانتعاشه تحققت؟ يعني ما تحققتش 100%، والفكره اللي جابها السيد الوزير ياسين مهدي بن سعيد هو مشكور عليها. المسرح يتحرك جا باش ينقذ واحد مجموعه ديال الفنانين متفرغين متضررين من جائحه كورونا، وحاول يبرم واحد مثلا عقده اتفاقيه ما بين وزاره الثقافه وما بين الشركه الوطنيه لاذاعه والتلفزه، على اساس كل سنه مثلا يشجعوا 60 مسرحيه. والاولويات لم نعطيها السيد معالي الوزير، أعطاها الفنان المتفرغ، الفنان المتضرر من جائحة، وأعطاها الفروق المسرحية اللي عمرها ما استفدات من الدعم ديال وزارة الثقافة. حنا يعني فرحنا، كنا هذه بادرة طيبة، والسيد معالي الوزير واحد الشاب عنده واحد الكفاءة مثلا عالية، ربما نقدر نقول لك أنا كاع ماشي بعيد يكون هو عنده إلمام بالفن، ربما لأن أفكار اللي جا بها جا باش يحاول يعني يرد الاعتبار للفنان المغربي. المسرح يتحرك، حنا كفرقه كجمعيه الاشارات للتمويل البشري والابداع الفني المسرحي حبدنا الفكره وفرحنا بها، وتقدمنا بواحد العمل لعمل وطني صرخه ما تندوف. هذا عمل وطني
عمل كيتكلم على القضيه الوطنيه اللي كيطرح واحد مجموعه ديال المشاكل اللي كيعيشها مثلا المواطن الصحراوي المغربي في الصحراء من طرف واحد دوله وهميه بلا ما نذكر يعني داك الاسم ديالها بينا دوله وهميه. المهم عمل كيجمع ما بين تراجيديا وبين كوميديا وكيطرح واحد القضيه وطنيه اللي خاص المشاهد يشوفها. هذا العمل اللي كيعري تكشف على معاناه ديال المحتجزين داخل السجون داخل السجون فوق اراضي تندوف. تقدمنا به واذا بينا كنتلقاو الرفض. ما قبلوش ما عرفناش علاش ما عيطوا لينا ما ناقشوا معنا ما قالوش لنا علاش ما قالوش لنا اش هما المعايير والمقاييس اللي هما اعتمدوا عليها باش ما تنقلوا الملفات. في حين ان الوزير تقول ان الفنان متفرغ والفنان المتفرغ متضرر باقي متفرغ وباقي متضرر. ملي كنشوفوا اللائحه الاخيره اللي صدرات ديال الناس اللي استفدوا من هاد 60 عرض من مصلحه التحرك لقينا الفروق اللي ديجا يعني الدعمات وناس بعض الفروق اللي كيترأسوا موظفين داخل الوزاره. اذا هنا هاد اللجنه هادي انا كنطلب من السيد الوزير من هذا الباب هذا يعيد فيها النظر لان كاين هناك يعني محسوبيه. لما تنقولوا مصلحه التحرك راه فعلا يتحرك في الفن المتفرغ. اشنو اللي كيتحرك في الفن المتفرغ؟ الاهمال يتحرك، التهميش يتحرك، الحقره تتحرك، الاقصاء يتحرك، المرض والمعاناه تتحرك عندك الفنان المتفرغ. هذا هو يتحرك. اما المسرح باقي في بلاصته، المسرح باقي في بلاصته. هنا ممكن الوزير ما انتبهش ولا ما ردش البال ولا طبعا نقول ليه يعني ياخذ البادره هو ياخذ المسائل بزمام امور وعيد النظر في اللجنه المكلفه بدراسه الملفات. هذه كتوصف فيها واحد الوضعيه اللي كيعيش الفنان. فبالنسبه لي انا كنت غنسولك شنو هي بالنسبه لك شنو كتشوف الوضعيه ديال الفنان كيفاش دايره. فانت خلصتيها لينا في هذا الشيء اللي قلتي يعني كتشوف ان الوضعيه الفنان عندنا في المغرب كيعاني. هذا هو يعني سؤال وجيه وهذا هو السؤال اللي كنطرحوه يوميا في كل ثانيه كنطرحوه على انفسنا وكنطرحوه على الجهات المسؤوله ولكن مع الاسف ما كاينش هناك اذن ساقيه اللي غتاخذ بعين الاعتبار يعني داك السؤال ديالك. غادي نحاول نلخصها لك. الفنان المغربي عندنا ثلاثه ديال الاصناف ديال الفنانه. كاين هناك الفنان الموظف اللي ربما خريج معهد ولا خريج كذا، وعندنا فنان اللي هو خدام في شركه او في جماعه او معلم كيمارس الفن، وعندنا الفنان الصنف الاخير اللي هو الفنان المتفرغ. هذا هو الفنان المتضرر. اما بالنسبه للموظف ولا بالنسبه لهذا هذا كدير يعني الفن فوق خطره عنده في الاخير واحد الشهريه ديالو كيمشي لاكارت كياخذ الفيرمون ديالو ما كيفكرش لا في الكره لا في المعيشه لا في والو خدام. ولكن حنا معاه حنا ما حسدناش يعطينا اعمال راقيه حنا معاه. وباش يتم النهوض بالوضعيه ديال الفنان دار واحد البديله جيده سي بن سعيد اعلن على انه وبالضبط في شهر ماي اعلن على انه غيتم الاحداث ديال واحد المؤسسه اللي غادي تقوم بالرعايه ديال هذا الفنان. شنو الراي ديالك في هذه البديله هذه وشنو يعني واش كتشوفوا بانها ممكن انها تخفف معاناه الفنان؟ هو سيد معالي الوزير كما قلت لك جاب جوج افكار اللي كتهم الفنان. للفنان سنين هو كينتظرها، ربما عاش اقصاء وتهميش في الحكومه السالفه ولكن الان يعني كنشوف بان الحكومه هذه وخصوصا الوزاره ربما خطرت ليه داك الاعتبار ديالو. مصلحه التحرك فكره مزيانه رغم ان كاين واحد اللوبي اللي لعب في الملفات وعطى اللي بغا وخلى اللي بغا. بالنسبه للمؤسسه الاجتماعيه لرعايه الفنانين هذه بدايه طيبه اللي كنا حنا كنستناوها كنتظروها سنين وسنين 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 خاصه مع الوضع الصحي ديالنا خاصه مع الوضعيه ديالنا حنا. حنا واحد المجموعه ديال الفنانه الان اللي طارحين الفراش كيعانيو كيقاسيو ولكن مع الاسف الله سبحانه وتعالى هو اللي غيشافيهم هو اللي يعني كيشوف. بالنسبه لرجعوا البنات هذه المؤسسه هي مزيانه السيد معالي الوزير اعلن عليها في شهر ماي 2022 حاله على الامانه العامه للحكومه. الان شوف الامانه الحكومه واش صدقات ما صدقاتش واش كاين هناك تغيير. حنا كنطلبوا من السيد الوزير
معي الوزن نقول شكرا شكرا شكرا، ولكن ارجوك ارجوك عجل بالوتيره، لان مساك تنتظروا في هذه المؤسسه هذه ربما غتكون هي السبب باش تنقل واحد الفنان اللي مثلا كيعاني وكيقاسي مع المرض ديالو. وخير ودليل، سمحي لي، خير ودليل، انا كنشكركم لعلاش، لان مادام كان حوار اللي كيهم فنان متفرغ ما حاولش يعني داك نتردد وجيت، رغم انني في واحد الوضعيه صحيه محرجه لمرض السكري، وكانت ربي اللي داك ربما كانت تقطع لي رجلي ديالي، والحمد لله الحمد لله انا ما داك يعني ما كنطلبوش محسنين يصدقوا علينا، وانما كنطلبوا سي يعني الوزاره الثقافه تعطينا حقنا الشرعي اللي بكونها الوزاره الوصيه على الشؤون ديال الفنان. الوصيه نتمنى من الله، نتمنى من الله هذه المؤسسه تخرج حيز وزوج يعني عما قريب. حتى حنايا كان يعني كنطلبوا انه ان شاء الله يتم التاجيل بالاحداث ديال هذه المؤسسه هذه باش تخفف معاناه الفنان، وبهذا غنختموا اللقاء ديالنا. مشاهدينا وصلنا لنهاية لقائنا اليوم، على أمل أننا نتلقاكم في لقاء جديد إن شاء الله مع ضيف جديد وفي موضوع جديد. السلام عليكم.